بيتي. السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس؟ نلقاكم هذا الفيديو على خير وبخير. نشارك معكم الحرشه. بسم الله المقادير، حنا كنصيبو، حنا كنقولو كاس الاول الثالث الثاني الثالث. دابا على المقله، كل واحد المقله ديالو. انا صغيره، دير 3.5، تجيني رقيقه. بغيتيها تجي غليظه، دير 4 الكيسان. غربلو هاد السميده بحال هكا، الملح حسب الذوق، وحتى رص معلقة خمارة الحلوى، زعتر، غنسموها بالزعتر، نديرو لها هكا بين يدينا حتى كتسحق، شي ريحة غزالة. الزيت كيما كانت عندك بلدية ولا رومية، كلشي كيصلح. دابا غنبسبسوه، بغيتي ديريها هكا خبزة كاملة ديال كدار، بغا بنادم يديرها فرضية كيديرها. كيبقى على حسب بنادم الذوق ديالو شنو باغي. بسبسوها مزيان، كندخلو فيها ديك الزيت هكا، كل ما تبسبست هكا كتجي زوينه. صافي، غنجيب دابا الماء باش نخلطها. كي بسبسناها هكا مزيان، دخلنا فيها دابا الزيت وداك الزعتر والملحة والخميرة الحلوى. دابا غنخلطها، نجيب الماء غير الماء عادي، نعمل لها الماء اللي قدها الرول. ايه كبر الصبعه عندنا، كل ما كانت خفيفه راه مزيان. دابا حنا خلطناها بحال هكا، بغيتي تعمليها هكا بالفران تقطعيها بحال غريبه وديريها الفران، كتخليها شويه حتى كتشرب هاد المويه، كتولي ماسكه وكتبقى تكوله وتحطيها. انا نعملها في المقله دابا، نجيب المقله نلبسها هكا بشويه الزبده. الزبده كانت عندي في الثلاجه ما تبقاش راسها، كنحش
الشباب صافي هي تسخن وتطلق السميدة ولبس بحال هكا صافي جيبها نسلها بحال هكا كتشوفوا كاير قادها مزيان الجناب ديها هكا مساويه نديرو هكا باش كتولي قد قد متبقاش جهه طالعه جهه هابطه باغي نشوف هاد المعلقه قادها مع الجناب ديرو له هكا باش كتعطي هاد التضويره صافي غنشعل عليها نجي دابا شي فرشيطه هكا تسكها هكا صافي خلي هاد الخوف عليها طيب الحريشه ديالنا طابت تبزالة تبارك الله الحرشة ديالنا بعد ما وجدات تجي في هذا الشكل كنقدموها نتمنى تعجبكم شاركنا معاكم فطورنا نتمنى تعجبكم لعجبكم خليوا لي لايك مشاركة واشتركوا مبروكة لفيديو اخر ان شاء الله ما تنسونيش اخوتي مشاركة واللايك الله يجزيكم بخير الله يرحم الوالدين السلام عليكم لفيديو اخر ان شاء الله نتمنى نكون خفيفة على قلبكم